سأعين ححبة شارعنا الله بوظيفة خازن بيت المال، وأعين أخت القحبة نائبة في المجلس تعنى بغسيل الأموال الله. وسأصدر مرسوما لأعين ابن القحبة في جيش جنرال. بلدي يحتاج لعاهرة أكثر شرفا من رجل الدين الدجال. القحبة أكثر طهرا في بلدي من أي سياسي محتال. القحبة أنزه من شيخ نجس بعقال، يسرق أبناء عشيرته ليلا وصباحا يمدحه المهوال. حين يصير الخمر حراما لكن موت الناس حلال، سوف يصير غطاء سرير القحبة علما فوق دوائرنا الرسمية والختم السري نعال. هذا المرسوم باسم الشعب لعل القحبة تنجح في تغيير الحال. الله. أستاذ حيدر.